fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. السلام عليكم اخوتي، كيف ما وعدتكم هذا هو اثبات الشحن، يعني وصلت القناه ل 700 ابوني واكثر اكبر كومونتير يجيب اكبر عدد من اللايكات ولا يربح كيف ما كنشوفوا هنايا، وبتوجب 42 لايك وثاني كومونتير جاب 41 لايك. انا قلت لكم في هذه المسابقه، يعني في ذاك الفيديو، يعني اكبر عدد من اللايكات هو اللي ياخذ 600 مجوهره، في الفيديو اللي من وراه 600 مجوهره، وفي الفيديو اللي من وراه 600 جوهره، مجموع 1800 جوهره، ماشي 1800 جوهره للثلاثه ديال الاوائل او الثلاثه ديال التعليقات الاوائل، هادشي انا ما قلتوش. مهم كتوضيح وصافي. المهم هذا الشخص تواصلت معاه، عطاني حسابه، ها هو غندخل فيسبوك، غنخرج حسابي وندخل حسابه، وناخذ الاي دي ديالو ونمشي نشحن له في الموقع ديال الشوب. المهم احنا دخلنا على الحساب ديال الفائز، وهذا حساب اوبيتو. شيغواوا عليك صوت الصوت. ندخلوا للموقع ديال always feel like I could break now, but I never let it take me to that place now. I will never let my thoughts get away now. I got better things to do, picking fate now. I just wanna be the best, call me great now. I don't know if I'm okay or insane now. I remember better days on the playground. Hoping I can find my way to even when I'm feeling down. I fight, even when I don't know what to do. Look at you for I'm gonna take pride. I will decide my fate. ركب الايدي ديالو، خصني ناخذ الايدي ديالو. كيف ما كتشوف هذا هو موقع الشحن، قال لي تمت العمليه بنجاح. كيف ما كتشوفوا الاسم ديال اوبيتو راه فوق، يعني في الماكس ديال الشاشه. نرجعوا للحساب ونشوفوا واش شحن الجواهر او لا. اتفقنا على 600 جوهر. اوكي انتم الدراري يمكن لكم تشاركوا في وسط هذا الفيديو، يعني في هذا الفيديو غادي نديرو عاوتاني اختبار، نشوفو الكومونتير اللي يجيب اكبر عدد من اللايكات. شرط هذا الكومونتير يكون كيحتوي على الاي دي ديال وانستغرام، يعني الشخص هذا اللي ربح تم التواصل معه فوريا، يعني ما تعطلش واحد المده. الا كنتي انت خاصك حتى انت تزرب، الا كنتي انت من الرابحين خاصك تزرب، هو راه ربح وما تعطلش. هذا هو قانون المسابقه، يعني ما تعاودش تشارك. يعني الا حاولت نتواصل معك في ظرف 3 ايام وما كنتيش اونلاين او لا ما جاوبتينيش، راه غادي نعطي الجائزه للتعليق الموالي. كيف كتشوفوا الدراري 600 دياموندا، وبالمفروض انه يعطيني العرض الشحن ديال الثلج. اوكي راه غير الكونيكسيون ثقيله شويه. اوكي جايز، هاي الثلج نكيبيها بصحة اخويا اوبيتو، نختار هذا. اوكي الدراري، المهم هذا هو الفيديو، كان على اثبات السحب هذا غير لاباغ الاولى، يعني الجزء الاول من الفيديو. حتى انت يمكن لك تشارك بواسطة انك تحط كومونتير، يعني المشاركة سهلة، تحط كومونتير خاصو يجيب اكبر عدد من اللايكات، تقول هذا صحابك مثلا شيغواورا صوت الصون، ويدخلوا ويكومونتير شيغواورا صوت الصون، شيغواورا صوت الصون. اوكي جايز، رجعت لحسابي دابا. المهم ندويو على بزاف ديال الحوايج، تسريبات اخبار وبزاف على ديال الحوايج. نحرق واحد الحدث ديال الشاطئ، رغم انني تعطلت شويه.
المهم هادشي كامل غادي نديروه دابا، نتمنى تستمتعوا معنا. المهم ماذا هو الحدث؟ نشوف الآلية ديالو كيفاش ندور العجلة. اوكي هذا هو الحدث، في عجلة 10,000 دياموندا والباند اللي هما الجوائز الكبار. ديك 10,000 دياموندا الله الا ديتيها كتبقى الباندل انا اخدوه. المهم كيفاش ايرور نخرجوا نرجع من الحدث هو يتجه وقيلا. المهم نيت ندخلوا نشحنوا شي حاجه ديال الديامون وعاد نوليو مجهزين الحدث باش نحاربوه وناخذوا داكشي اللي وغينا منه اغريسيف. اليوم مره خدا على السبين الاول، على 10 سبينات الاولين. علاش حنا ما ناخذوش 10 سبينات الاولين؟ اوكي كنبغيش نسرع الفيديو ديال الاحداث باش ما نقطعش عليكم المتعه، خاصكم تعيشوا معايا لحظه بلحظه وتشوفوا كيفاش مثلا او حرق المهم شي غواره صوت موجود. انا ندخل في الحدث. قتلف بالخمسة سبينات 540 ضروري. يوم اول حاجة نلفو بيهم باش نشوفو حط كيفاش داير. عندك اوتوماتيك ملي كتلف 40 سبين كتاخد على الصندوق ديال الباندا وجوج يعني لفات ديال الاسلحة وخمسة لفات ديال دايموند رويال. عاودو نلفو سبين اخر يا ربي ما نصرفوش عليه بزاف. حيت انا ما عجبنيش سكين كامل، عجبني غير الشورت سبرديلا وكاسكيطا. واو سكين ايو سكين صافي هو جا ما نخسروش عليه كثر. صافي 1000 دياموند بركة عليك، شي حاجة طبيعية ناخدو هاد الجوائز هادو. نشوف دوك الباكجات عاوتاني واش تشوفهم. شو السكين دابا سكين زوين صراحة، زوين بزاف. و يعني عندي شعور انه في يوم من الايام يولي سكين نادر في اللعبة. سكيتا مع شعر زوينة سكين عام مثلا زوين. نديرو التفتيح ديال هاد الباكجات هادو يا ربي تسني شي حاجة. جولد مروب اكسبيرينس سباس كلشي بالوقت كلشي بالوقت. اوكي اوكي جايز نرجع للباندل مجددا نشوفو بلانا كيفاش مشات. هاي جايز ديال البنت نحاولو نلبسو مع شي حاجة نشوفو واش غتجي مع شي حاجة من هادشي اللي عندي، هادشي المتواضع اللي عندي.
Okay. يعني ما عنديش انا شي بواترين يعني اللي تقول لي شي تي شورت اللي يتناسب مع اللون ديال الشورت. انا راه ما كنعرفش نلبس عشان نخربك والله هذا الشيء اللي كاين. دابا عيني حيور ولا شنو؟ اخ صبر ديجا صبر ديجا صبر ديجا ناضية شوية خاصنا نلبسوها كدا يعني تولي من اندر السكينات حتى هي. اوكي جايز المهم نجيو ندويو شوية على السكينات يعني ندويو على الحاضنة السكينات ديال الحاضنة الجاية. ملي كنشوفو الحاضنة ديال هاد الفرقة وغادي ينزلو معانا واحد بعد قليل. اوكي جايز عندنا هنا صورة من السيرفر البرازيلي كنشوفو يوم الخميس هبط معنا داك السكين ولا غنحرقو بعد قليل. كنشوفو غادي يهبطو السكين ديال الشاطئ هما غادي يهبط عندهم. المهم هادوك السكينات اللي تحت في نهار الاثنين هادوك هما السكينات اللي ينزلو معنا في الحاضنة ان شاء الله. هادشي اللي بغيت نوريكم خوتي. المهم وكاين واحد السكين ديال التجارة ينزل اليوم الثلاثاء هو كيف نقدمكم في الشاشة. مهم الإخوان وهذه صورة كتعبر على المتجر الغامض القيادي في سيرفر مينا. هذا هو المتجر الغامض وهذوك هما السكينات ديالو. كيفما كتشوفوا لتحت كاينه واحد المقلة هذيك المقلة غادي تكون في المتجر الغامض وغادي نستعرض لكم يعني بعد واحد دقيقة أو لا جوج. وكيفما كتشوفوا معنا نزلوا السكين للنسر حالا ما غادي يهبط عندنا ما عرفتش التوقيت فوقاش بالضبط مي غادي ينزلو دغيا. هذا هو السكين ديال النسر يعني سكين ملتهب وكيشعل من النار وداكشي سكين رائع يعني سكين رائع بزاف بزاف ويكون زوين وعطى اضافة زوينة في اللعبة. كيفما كتشوفو اخوتي هذا هو السكين ديال المقلاة. هذه الصورة الاولى نعطيكم الصورة الثانية ونحطكم مزيان في الصورة. هي هذه الصورة الثانية هذا هو السكين ديال المقلاة كيفاش غيكون يعني بشكل ديالو عام. المهم الدراري كان هذا هو يعني هذه هي الباخ هذا هو الجزء ديال التسريبات. نتمنى تكونوا استمتعتوا. ندوزو للجزء ديال الحرق الجواهر ديال داك الحدث اللي مازال لحد الان حتى شي واحد ما حط عليه شي فيديو. نتمنى تساعدني كونيكسيون من بعد المونتاج باش انني نكون اول واحد يحط شي فيديو يعني يحط فيديو على داك الحدث. بغيت نقول لكم ما تنساوش مازال ان شاء الله مسابقات مازال ديما ندير مسابقات ما حدد القناة عندي وانا ندير مسابقات. كنتمنى ما تقصروش معايا بالدعم باش نزيدو القدام ان شاء الله ونصبو القناة اللي يعني المبتغى ديالها في اقرب وقت ممكن وهو يعني نحصلو على اكبر عدد من المتابعين ان شاء الله واكبر جيش واحلى جيش ان شاء الله. اوكي جايز احنا يا دابا في وسط اللعبه. هذا الفيديو راه سجلته يعني في وقت متاخر من الليل. المهم كنزل معنا الحدث انا يعني سجلته
يعني صراحة كنت كنتسنى تسكين فارغ الصبر، كنت كنتسنى يتحط في متجر التخفيضات، ما حطوش، اضطريت انني نسبين عليه ونحرق ام الحدث باش انا شنو حدث ديال الرسم لك القلم السحري، يعني قلت لك انا عندك شي قلم سحري راه تجيب الحدث على الاول. وطبيعة الحال انا عندي سحر فيديو ايجيني سكين على على الاخر. اوكي جايز، انا عارف ندير المهم عندي ظهر سو غادي نقرصهم كيف اللي نقرصهم هنا مازال ما فاطرش سو بلا ما تبقى تعذبني الله يرحم ليك الوالدين سير اللي يرسم. اوكي انا كنت عندي 1400 دياموند في الاول، نشوف شحال شحال يتقام علي سكين. المهم سكين يستاهل حتى 3000 دياموند، يعني سكين اللي هو زوين بزاف. اكثر حاجه عجباني في سكين اللي هي الشعر بطبيعة الحال، تقطع لي الافكار والله. رسموا رايات المغرب والله انه حظ خايف. زعما ما عجبكش رايات المغرب ولا شنو؟ المهم كتجمع 90 ديال دوك اللي في خدمه، كتاخذ سكين كامل كتجمع. يمكن يعني ناخذ غير الشعر، غير الشعر، ولكن خلينا ناخذ سكين كامل. ربما يوم من الايام تلاقي في شي حاجه نادرة. المهم كتجمع 30 ديال دوك شنو سميتو انت دابا نجمع 30، يمكن لك تاخذ شعر الا ما كانوش عندك مثلا دياموند او لا شي حاجه. مرة ديك 30 وخسرت عليها 600 دياموند. خربيقه زربيقه، شوف واو خربيقه زربيقه فعاله والله الا فعاله. الحظ بدا شويه تبدل، ماشي بحال الاول. ندير هنا ستون حالته الحظ خايس. خربيقه زربيقه هذيك فيما يتقالوا لك الافكار خربيقه زربيقه. انت اللي كتجيبها خربيقه زربيقه. سو جايز اللي بغى يكتب لي خربيقه زربيقه ما عنديش مشكل، عارفكم بقيتو كتفكروا فيها سو انا ما عنديش مشكل. ما عرفتش شنو كنبدع انا هنا، يعني الابداع ديالي بعض المرات كتأثمر الجهود ديالي. باقي لنا 25 قطعة على السكين، يعني مشوش حنا ورجع مشتتة. اوكي جايز شحال من 500 جوهرة، ودابا غادي نرجعو للسكين ونسبينيو تاني نشوفو الحظ ديالنا كيفاش داير، شحال غيطلب منا ديال الوقت، ماشي ديال الدياموند، ديال الوقت باش اننا نجيبو هاد السكين. حيت عادة الاحداث ديال حرق الجواهر كطول. المهم نمشيو مع الخط نشوفو شنو غيوقع. الحظ ماشي تاع الحظ، ما معناهاش هاد الصباح
كتصبح على يعني جمال نهارك راه طلع فيه جمال فهمتي المهم كتبوا الله اوكي نايس نايس عطاونا الكمامه يعني الا كنتي باغي تاخذ شي حاجه بلا ما تاخذ ديك الكمامه اوكي يا يعني مثلا تاخذ الباندل من الاحسن حيت الباندل كطيح عليك رخيصه الباندل كامله تطيح لك رخيصه سو من الاحسن من الاحسن تاخذ الباندل كامل اوكي جايز نعاودو نسبيه شوفوا واش كفانا ولا ما شوف هذه الكمامة حاجة أسطورية والله يعني حتى السكين الأول ديال الساموراي كان زوين حتى هو اللي شعرو كحل كان زوين بصراحة الشعر كحل أحسن من الشعر البيض ولكن الشعر البيض غيولي موضة أحسن الناس اللي عاجبو غيكون عندهم السكين اللي شعرو كحل بغاوي السكين موز حرقه الحدث وياخذوا السكين اللي شعره بيض اوكي شوف الحق الخايس ما بقاش عندي الديمون سو قولي يا فاضل يلا القطع باش انني ناخذ السكين نمشي ونشحن واحد 100 مجوهره ونرجعوا مجددا اوكي دابا نرجعو للحدث ونشوفو 100 مجوهرة 100 يعني شحال عندي انا تقريبا وقتنا 150 ولا ما نعرف المهم 150 150 خاصها تكفاني ضروري علاش حيت انا ناخذ واحد سبين ناخذ واحد سبين يعني واحد سبين ب 40 4 سبينات 160 تقريبا ياك المهم خاصها تكفاني يعني الا كان عندي شي صار خاصها تكفاني مجرد يعني جوج البطاقات جوج ديال القطع يعني تم الحصول على السكين بنجاح شوفوا تخلي لنا ديك 50 ديامون على لبط الحرارة بكارينا والله مهم هذا هو اخر سبين وغادي ناخذ الباندل كيف ما كتشوفوا نقطع وحده جات فيها جوج القطع شات لي ديك القطعة هذيك شنو غندير شنو غندير فيها شنو كفو اللي يعني الان لقينا سكين وغنمشيو نجربوه شوفو السكين كيفاش داير اهم حاجة غنمشي نلبسها بطبيعة الحال هي الشعر الشعر كيعجبني بزاف هذا هو البلاك كيفاش عفوا جسد البطاقة تحوض كفو واو واو بالرجولة الشعر ناضي بزاف الشعر واعر وكيستحق والله العظيم الى الشعر اللي زوين بزاف وجهك تماما لا علاقة ولكن الشعر زوين بزاف بزاف ويستحق يستحق كل خير يستاهل كل خير والله المهم الدراري الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيو مع صحابكم حيت انا ما خليونا نوصلوا يعني هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات 300 لايك او لا 400 لايك الى وصل 400 لايك
غندير لكم جليتش ديال الهيتشوت، جليتش حصريا ديال الهيتشوت، ما غتلقاو حتى شي واحد جليتش ديال الهيتشوت، وغنشرح لكم بطريقه مفصله ويعني بالهيتشوت بالسكوب بطبيعه الحال، يعني بحال الاكروبي اللي كنا كنسميوه شحال هادي. رجع واحد الجليتش وغادي نشاركو معاكم بطبيعه الحال. هذا الجليتش حتى شي يوتيوبر ما عطيه لكم، على حساب حتى شي يوتيوبر ما يخليكم تبانوا احسن منه، وانا بطبيعه الحال نشاركو معاكم وعجبني الحل بزاف. المهم خليونا نوصلوا هذا الفيديو ل 400 شي قواوه لايك ان شاء الله، ونشوفكم ان شاء الله على خير.